مساء الخير عليكم جميعا في حلقة النهاردة. عندي شخصية ثرية، شخصية مهما اتكلم عنها المتكلمون ومهما شرح أهل التاريخ وأهل السياسة، إلا أنه كل مرة حد يبحث ويتكلم هيطلع من هذه الشخصية أسرار جديدة، ويطلع من هذه الشخصية مواقف توصف بأنها دائما تاريخية. رغم مرور سنوات عديدة على رحيله، إلا أنه صفحات التاريخ ما زالت بتدون بنفسها كثير من المواقف التي يتم اكتشافها من خلال تفاعلات التاريخ مع الجغرافيا، مع الحاضر، مع المستقبل. شخصية النهاردة شخصية بتوصف بأنها غيرت مجرى التاريخ. شخصية النهاردة بيصفها الأعداء قبل الأصدقاء، والوصف بتاع الأعداء إنه هذا الرجل لابد وأن تقف أمامه باحترام شديد، لا تملك إلا أن تحترم، ولا تملك إلا أن تقف مجدوها معجبا بكلماته، بلباقته، بحنكته، بمهارته، بمكره السياسي. في كل الأحوال كان رجل لا تستطيع فقط أن تقول رجل حرب، ولا تستطيع أن تقول رجل نضال، ولا تستطيع أن تقول رجل سياسة، وإنما يجب أن تقرن هذه المواصفات والصفات بمواصفات وصفات أخرى على النقيض تماما: رجل حرب، رجل دين، رجل وطنية، رجل إخلاص، رجل دهاء، خليط من كل هذا بيجعل من شخصية الليلة شخصية فريدة. بالقطع لا يمكن لساعة من الزمن أو ساعات من الزمن أن تجعلنا نغطي أركان هذه الشخصية، لذلك اخترت محور واحد فقط من محاور كانت تدور مع شخصية هذا البطل في هذه الحلقة. ورغم أنه عاصر اغتيال أحمد ماهر باشا، ورغم أنه تعايش في وقت اغتيال النقراشي باشا، ورغم أنه كان موجود يتحدث مع الشياطين وتحدثه الشياطين يوم محاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر سنة 54، إلا أنه ربما لم يعي كل هذه الدروس، وأعلن غير مرة، أكثر من مرة: لقد أخطأت التقدير، أنا غلطت في تقديري لهؤلاء. مين شخصية النهاردة؟ هو الرجل الذي اختار نهايته.